بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، اليوم الخميس الموافق 22/10/2020 تم وصول 2 طن من لحوم صقور الأضاحي إلى مديرية أوقاف الجيزة، وبذلك يكون مجموع ما وصل إلى مديرية أوقاف الجيزة من لحوم صقور الأضاحي 58 طنًا يتم توزيعها حسب توجيهات معالي الأستاذ الدكتور الوزير على الأسر الأولى بالرعاية. وكل عام وأنتم بخير. تسلمت اليوم خميس 22/10/2020 مديرية أوقاف القاهرة قصتها من لحوم الأضاحي، والكمية عبارة عن 4 طن يتم توزيعها بمعرفة المديرية إلى الإدارات الفرعية لتوزيعها على المستحقين بالضوابط التي حددتها الوزارة مع أخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة. والمديرية تتقدم بالشكر لمعالي وزير الأوقاف على هذه الجهود، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.